طبعا عشان نقف على كل ما حدث في مدينة طنطا تحديدا من تطوير، كان لازم نعرف ايه اللي تم وازاي كان بيتم التنسيق ما بين الاحياء وازاي المحافظة ساعدت الاحياء في انه تتم عملية تطوير، ونشوف هذا الكم الكبير من المشروعات اللي حصلت في مركز ومدينة طنطا واللي بتقدم خدمتها ليس فقط زي ما قلت لحضراتكم لسكان مدينة طنطا بل لسكان كل مراكز محافظة الغربية وايضا سكان بعض المحافظات المجاورة. دلوقتي معنا طبعا في هذه الفقرة المهمة جدا رئيس حي أول طنطا وأيضا رئيس حي تاني طنطا، معنا الدكتور الأستاذ ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا، أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بسيادة فندم. وأيضا الدكتور محمود عيسى رئيس حي تاني طنطا، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. نورنا وإحنا بقى يعني الضيوف عليكم النهاردة. لا حضرتك منور، منورين كلكم وكل فريق العمل منورين. شكرا جزيلا يا فندم. دكتور محمود، عايزين بس في البداية نعرف الناس زمام الحي، يعني حضرتك مسؤول عن إيه بالظبط في في مدينة طنطا؟ أنا مسؤول عن حي تاني طنطا، هو الجهة الشرقية من المدينة، هو 11 كيلو متر تقريبا، الحدود بتاعته مع مركز ومدينة طنطا من الجهة الشمالية ومع حي أول طنطا من الجهة الجنوبية. الطريق السريع بيحده من الشمال، هو 11 كيلو متر تقريبا، 300,000 نسمة في الحي. والطريق السريع ده برضو موجود ضمن الطريق السريع، بيفصل ما بين حي تاني وما بين مركز ومدينة طنطا، ما بين مركز ومدينة بالظبط كده. أهم الشوارع الرئيسية في الحي شارع الجلاء، شارع البحر، الطريق الكورنيش، دول أهم الشوارع الرئيسية داخل الحي. طبعا هنتكلم طبعا اللي حصل في شارع الجلاء وتحديدا شارع البحر كمان، أعمال التطوير اللي تمت في الشارع. هنتكلم عن كل أعمال التطوير إن شاء الله في خلال الحلقة. هو في تطوير ملحوظ حصل في المدينة في الفترة اللي فاتت من بعد توجيهات فخامة الرئيس بتطوير المناطق أو العواصم المدن وتطوير العشوائيات وتطوير والرصف وكل المشاريع سواء الميدانية أو الخدمية داخل ديوان الحي. طيب خلينا نروح بقى الحي أول أستاذ ممدوح، عايزين نعرف برضو زمام الحي بالنسبة لحضرتك. احنا زمام الحي بيبدأ بياخد الجهة الغربية من مدينة طنطا، حدودنا مع حي تاني، بيفصل بيننا وبين حي تاني شارع البحر في طنطا، حدودنا من الناحية الغربية على طريق طنطا شبين، الطريق السريع لنا جزء بيربط الحي برضو، الطريق السريع في زمام حي أول في الجزء اللي من أول كوبري المعرض كده. الحي يعني في يعني أهم معلم فيه طبعا بالنسبة لنا وجود سيد أحمد البدوي المسجد في حي أول طنطا، جامعة طنطا، يعني الديوان العام المحافظة صرح انضاف لنا في الفترة الفاتت زي مجمع التأمين الصحي، فيعني الحمد لله عندنا يعني الحي فيه حاجات كتير جدا يعني بتميز الحي او موجوده في نطاقه، ويا رب بنسعى ان احنا نطور كل الاماكن دي ونوصل باحسن صوره ان شاء الله. ده عظيم. في تنسيق ما بينكم يعني في الحدود الفاصله، مثلا جينا قلنا شارع البحر فاصل ما بين الحي اول وتاني، في تنسيق بيحصل ما بينكم؟ هو بالفعل في تنسيق كامل ما بيننا في كل حاجه وفي تكامل، ودي فكره احنا حاولنا نعوض بعض التحديات اللي عندنا في ان احنا نعمل تكامل ما بيننا وبين بعض في كل شيء، سواء في المعدات او في الافراد او في التعاون نفسه في الاماكن المشتركه ما بيننا وبين بعض، حتى في التطوير، في اعمال تطوير العشوائيات، في اعمال تطوير الشوارع، كل ده حاولنا نربط خططنا كمان ببعضها بحيث المدينه في النهايه هي مدينه واحده، المواطن ما بيبقاش حاسس بالفرق قوي ما بين حي اول وحي تاني، مش فارق عنده حي اول من حي تاني، احنا كمان عايز يعدي يدخل في كل الشوارع. انا عاوز اقول لحضرتك ان احنا كمان بنشتغل على كده، يعني احنا ما بنشتغلش ان كل واحد فينا الحي، لا احنا يعني بنشتغل ان المكانين واحد، بندعم بعض في اي حاجه، والحمد لله يمكن حتى خططنا في حاجات كتير مشتركه بنبدا نعملها مع بعض، الحمد لله يعني احنا عاوزين مدينه طنطا كلها تنجح وتبقى احسن مدينه في الدنيا. في حاجات كمان اعمق من كده، بنعمل حملاتنا مع بعض لان احنا يعتبر فريق عمل واحد، احنا وحي اول ممدوح بين النجار، بنحاول نعمل حملات. منطقه الاستاد تبع مين؟ تبعنا احنا الاثنين برضه. انتوا الاثنين؟ ما هو اصل انا بسال ليه؟ انا كنت من فتره كده، انا من الغربيه من طنطا، حصل فيها تطوير كبير، وكنت من فتره غير التطوير كمان كنت موجود في مكان وبعدين عدى الحي عشان مواعيد الغلق، فبمنتهى الادب انا شفت الكلام ده، قال له لو سمحت اقفل، انا هاخد لفه وهرجع، لو لقيتك لسه فاتح هعمل لك محضر. بالظبط، بمنتهى الادب الراجل راح نازل وراح قافل. انا بسال عشان لو بس لو هو عند لو في الجانب اليمين من لا عند المرشح. لا دي طبعاً. تبع حي تاني طنطا. الحمد لله هو ده الطريقه المتبعه، وده اللي مع الوزير المحافظ دايما بيوجهنا له، ان احنا نفهم الناس الموضوع قبل ما ناخد اجراءات، يعني حتى في موضوع الترشيد بنروح للناس، والله احنا بنعمل ترشيد عشان 1 2 3، نعمل غلق عشان ندي فرصه للناس في المناطق السكنيه، لان احنا مش قادرين نفصل الاماكن اللي فيها
اماكن تجاريه وصناعيه عن المناطق السكنيه في طنطا، لان المدينه زي ما حضرتك عارف ان هي يعني المساحه بتاعتها ماهيش كبيره وكل الانشطه فيها، فبنحاول نوازن بين راحه المواطن وسكنه وبين الاعمال اللي بتتم، فده بيبقى شعره فاصله في الموضوع طبعا. وبعدين في النهايه يعني احنا دورنا وشغلنا كله ان احنا في خدمه الناس، فالفكره مش ان احنا بنطبق قانون فنتعارض مع الناس او يبقى الموضوع فيه يعني سوء معامله او بالعكس. انت يعني اللي قدامك لو عرف او انت عارف ان انت بتادي دورك بتقدم له خدمه، انت بتشتغل عشان تادي خدمه للمواطن اللي ساكن في المنطقه، والمواطن لو وصل له ده هيبقى معاك يعني هيتعامل معاك بمعامله كويسه جدا. طبعا نبدا باهم مشروع زي ما حضرتك قلت كده الموجود في زمام الحي، هو مسجد سيد احمد البدوي، واعمال التطوير اللي تمت سواء في محيط المسجد والساحه والمنطقه كمان المحيطه بالمسجد. والله احنا يعني التطوير الحمد لله يعني توجهات سيادة الرئيس دايما ان احنا كل نطاق البلد مع الوزير المحافظ من اول دقيقة في يعني دعم مستمر، وبدأنا نشتغل ازاي نخطط ان مكان زي ده بقدسيته يظهر بالشكل اللي بيليق بمدينة طنطا كلها، ويبقى فعلا فيه تطوير ويبقى تطوير ملموس. يعني الفكرة مش ان احنا هنعيد رصف او هنعيد تأهيل او لا، فكرة ازاي نحافظ على الهوية البصرية كمان بتاع المكان نفسه. الحمد لله كان في توفيق كبير في الموضوع ده، زي ما سيادتك شايف يعني اتعمل ممشى، الشوارع اتعملت بازلت بحيث ان احنا نحافظ على يعني نفس الريتم بتاع المكان والهويه بتاعته نحافظ عليها، حتى المردود بتاع الناس واجهات المحلات كلها نفس الواجهات، تعميم حتى الواجهات المحلات والدهانات والكلام ده، كل الحاجات دي بتديك طابع في النهايه ان المكان ليه يعني رونقه الخاص بيه، وكمان بتساعد ان الناس بتبقى متفاعله معاك ان هي ازاي تحافظ على الجمال اللي يعني الشكل اللي هم وصلوا له، ازاي يساعدوك ان هم يحافظوا عليه. الناس هنا اتبسطت بالتطوير اللي حصل؟ طبعا طبعا. انا عاوز اقول لحضرتك انت حضرتك يعني انت قلت ان انت من طنطا، اكيد حضرتك حاسس بالكلام ده واحنا بنحسه كمان طبعا، بس انا اقصد سكان المنطقه كمان، يعني عارف انا برضو حتى لو جيت او انا كزائر او كحد جاي يشتري حاجه او جاي الاغراض التجاريه بيختلف شويه عن ساكن المنطقه لما يحس مثلا انه كان في اشغالات هو وغيره 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 كان بيعملها، فما بقاش في اشغالات فبقت عربية البضاعه تدخل له بمنتهى السهوله، هو كمان ما بالتاكيد هيحس بفرق. طبعا كلام حضرتك سليم 100%، هو ده المواطن بيحسه بقى اما بيشوف اللي على الارض. يعني هو انت يعني انت دايما انت والمواطن شريك في اللي بيحصل، احنا بنحاول نعمل حاجه كويسه والمواطن دوره معانا انه بيساعدنا ان احنا ازاي نحافظ على الحاجه دي. صحيح. ازاي التزامه معانا، ازاي هو بيوعي معانا الناس ان احنا دي حاجه جميله كلنا بنحافظ عليها ببلدنا. شاف حد بيعمل، انا عاوز اقول لك ان الناس بتتفاعل معانا هنا لو شاف حد مثلا بيضر في حاجه او تعوى بيروح يحذره قبلنا عشان حاجته لا وعشان هو خلاص وصل عنده مفهوم قبل كده كان ايه ودلوقتي ايه. صح، ولزياده شعور الانتماء كمان، هو بيحس ان المنطقه دي بتاعته وتم تطويرها عشانه، فبالتالي لو شاف اي تجاوز يعني بيسرع في الابلاغ. طب احنا عايزين نتكلم عن الكورنيش، انا اتكلمت عنه لكن باختصار طبعا، وفي تكلفه كبيره جدا للكورنيش، عايزين نبدا من اول رفع المخلفات اللي كانت موجوده على الكورنيش. هو في البدايه زي ما حضرتك قلت مدينه طنطا هي مدينه محوريه بتقع بين القاهره واسكندريه، فهي مقصد لكتير جدا من 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 مواطني وسط الدلتا، مش بس على قد القاطنين او الساكنين في المدينه، بنستقبل كل يوم اعداد كبيره جدا سواء للدراسه في الجامعه او للعلاج في المستشفيات الجامعيه او الصحه او التامين الصحي او خلافه. فمدينه طنطا هي مدينه مركزيه بين القاهره واسكندريه، فهي مقصد كبير وكان يجب ان يحصل فيها تطوير كبير زي اللي حضرتك شفته في التقرير اللي بانت دي، عشان يخدم اكبر عدد من الناس ويسهل حركتهم. كان من اهم المشروعات هو مشروع تطوير الكورنيش، كان عندنا تحدي كبير جدا في الكورنيش ان احنا ما عندناش فيه بنيه تحتيه جيده، فزائد ان هو محور مروري بيمر بالمدينه بالكامل من اول كوبري فاروق وحتى وصولا الى الجامعه، فده كان طريق ما فيهوش حركه مروريه تماما، بل بالعكس كان فيه تعديات واشغالات ومباني مخالفه في نهر الطريق. الطريق كان بيتراوح عرضه بين 10 ومن 8 ل 12 متر بطول الكورنيش، لانه بعد الدراسه والتخطيط الجيد للموضوع الموضوع ما تمش على مرحله واحده، تم على اكتر من مرحله. عملنا نموذج في الاول كيلو تكلف تقريبا 16 مليون جنيه، شامل بقى اول حاجه عملناها اول تحدي كان قدامنا ان احنا نزيل المباني المخالفه والعشوائيه اللي موجوده. زلنا اكتر من 8 منازل في نهر الطريق عشان يوسعوا الشارع من 8 ل 12 عند الغفران تقريبا، المنطقه دي
عند الغفران وفي منطقه السلخانه وفي منطقه نايف عماد وفي منطقه المرشحه كان في موقف شهير ومخلفات صحيح. ضخمه ويعني لو التقرير الظاهر قبل وبعد لا الوضع كان يعني تحول في المرشحه وكمان الفحص بتاع المرور لما الفحص بالظبط مع حضرتك دارس المنطقه كويس ده كانت اول مرحله تطور انا برضو كمواطن بعاني من الحاجات دي الزحمه بالزبط. سواء الزحمه لو رايح فحص في المرشحه او حتى المنطقه الطريق نفسه كان بيبقى زحمه ما كانش فيه حركه مروريه كانت تكاد تكون منعدمه تماما احنا خلقنا محور جديد تماما بدأنا بالبنية التحتية من صرف صحي لتليفونات لغاز لمية لكهرباء مدينا كابلات جديدة كان في أكشاك كهرباء وأعمدة إنارة وأعمدة كهرباء شبكة على طول الكورنيش في منتصف الطريق يعني كان الوضع صعب جدا الحمد لله بالتنسيق مع كل الجهات اللي احنا ذكرناها جهات المرافق وده استراتيجية احنا عاملينها عندنا في كل الأعمال بتتم لازم نعمل محاضر تنسيقية في البداية عشان ما نقعدش بعد ما نعمل شغلنا نهدر الإنجاز اللي تم وده بيدي صورة ذهنية سيئة عند المواطن اللي احنا بنحاول نغيرها فعليا في الفترة اللي فاتت وأظن المواطنين شاعرين بده المهم بدأنا نعمل البنية التحتية انتهينا منها الحمد لله التخطيط للمشروع احنا عايزين نستفيد من المجرى المائي نحافظ عليه مائيا لان عندنا ده حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا ان احنا نحافظ على المايه نخلق متنفس جديد للمواطن نخلق طريق جديد يخدم الجامعه ويخدم كل يبقى بديل لشارع الجلاء وشارع البحر يدخل لكافه مناطق سواء حي اول او حي طنطا وحي ثاني طنطا ووصولا لمركز طنطا كل ده يبقى فيه سهوله مروريه عملنا الطريق بعرض من 18 ل 20 متر عملنا مقاعد على الكورنيش دبشنا الطريق الكورنيش بالكامل في اماكن كانت متدبشه رفعنا كفائتها وبعد كده كملنا التدبيش عملنا كورنيش على المقاعد للمواطنين راعينا الجانب البيئي والجانب الهويه البصريه زي ما ممدوح بيه قال الشكل الأعمدة موحد في المدينة شكل الشجر موحد في المدينة شكل المقاعد موحد في المدينة ده إدى يعني متنفس حقيقي وواضح ورئة جديدة في الجانب البيئي الطريق الأسفلت بقى من تقريبا من 18 ل 20 متر رعينا فيه إن هو كل الجوانب الحوكمة والشفافية يعني بقى واستفدنا من بيت الخبره اللي هو الجامعه سواء في جامعه طنطا او جامعه المنوفيه في لجان الاشراف ولجان الاستلام الطريق رعينا فيه انه يبقى فيه بلعات صرف مطر على طول الطريق بحيث ان يبقى طريق متكامل يخدم طيب ملف بقى من الملفات المهمه جدا لكن للاسف ما عندناش وقت كتير نتكلم عنه لكن لازم نعدي عليه ملف العشوائيات يعني الحمد لله احنا ملف العشوائيات بالنسبه لنا الحمد لله يا رب كان في طفره جامده جدا بالنسبه لنا في طنطا يعني شيء يشعر به كل الناس يعني احنا عندنا بالنسبه لي انا في حي اول احنا اتطور عندنا منطقتين التطوير كان بحوالي 140 مليون جنيه تقريبا التطوير كان الجميل فيه ان انت بتطور كل حاجه يعني بتبدا بالبنيه التحتيه ميه كهرباء غاز كل البنيه التحتيه اللي بتشتغل عليها بتطورها بعد كده بتبدا تشتغل على الشوارع الواسعه والرئيسيه بنشتغل عليها اسفلت الشوارع الضيقه الصغيره بتعمل انترلوك كان شيء جميل جدا وشيء يعني مثمر وملموس بالنسبه للناس بشكل رائع الحمد لله عظيم اشتغلتوا برضو يا فندم على ملف احنا المناطق العشوائيه من وقت ما فخامه السيد الرئيس واحنا من الغربيه او من مدينه طنطا بنوجه لسيادته التحيه ان هو كان مبادر في فكره الحفاظ على اهلينا سواء العشوائيات بتنقسم لقسمين مناطق خطره ومناطق غير مخططه احنا اشتغلنا عندنا في الحي على المناطق دي عندنا منطقتين خطره هي منطقه كندليه ومنطقه تل الحدادين كفره مليم منطقه كندليه بالفعل احنا نقلنا الناس اللي فيها وازلنا المباني بالكامل خلال السنه اللي فاتت دي والحمد لله منطقه برضو تل الحدادين تم حصرها بالكامل عظيم. وبناء المساكن بتاعتها وجاري نقلهم خلال الفتره القريبه الجايه ويبقى كده الحمد لله احنا ما عندناش اي مناطق عشوائيه خطره على المواطنين الحمد لله ده عظيم جدا اللي تم الحقيقه في مدينه طنطا مجهود كبير جدا بنشكر حضراتكم عليه